أبو طبر يعود من جديد، وهذه المرة في الأنبار، وينفذ جريمة مروعة وشنيعة مع سبق الإصرار والترصد. عماد حميد شاب أنباري يقتل أباه وزوجة أبيه من أجل 3 ملايين دينار ومصوغات ذهبية. فلوسك قد سرقتين؟ شيء 3 ملايين؟ نعم سيد. وين وديتين؟ سيد راح صرفتين. ها؟ صرفتين سيد. هنا في هذا المنزل بمنطقة الصقلاوية في الأنبار، يروي المتهم أثناء كشف الدلالة تفاصيل الحادثة وأسبابها. ضربتان للأب كانتا كافيتين للإجهاز عليه، وثلاث ضربات لزوجة أبيه. من رجعت لقيت والدك توفي له بعد؟ سيد بعد بيروح. بعد بيروح؟ نعم سيد. سوت؟ سيد ضربت ضربة ثانية. نعم ضربة ثانية؟ نعم سيد. ما كان واعي عليك هو؟ لا سيد. سيد رجعت على الغرفة. نعم سيد. رجعت على الغرفة مع زوجة أبوه؟ نعم سيد. إيش لقيتها؟ سيد تسحب بروحها سيد. اي سيد بعدين سيد ضربت 3 ضربات. ضربت 3 ضربات وين؟ سيد على راسه وسيد بركبته. اي فارقت الحياه. نعم سيد. الجرائم المجتمعيه في العراق تحولت بسبب الحروب والفقر والبطاله وانعدام الامن وغياب التشريعات من سلوك فردي الى ظاهره تفتك بالنسيج المجتمعي. راتك 1,150,000 يا ولد، هجمت بيوتنا ولا خلي اللي يحكي خليه حصل 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 فهمني هجمت بيوتنا. حصل من الله ونعم.